مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان في اليوم الرائع والمميز جدا النهارده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. خلاص نقدر نقول احنا في الساعات الاخيره من اجراءات الفرز. طبعا يوم مميز جدا، لكن كل الحاجات دي الحقيقه اما بنشوف واحد زي الشخصيه اللي معانا، طبعا يعني انا مش هتكلم عليه الاول، لكن رضا ده واحد من الشخصيات المهمه جدا اللي على طول ورا النادي الاهلي في جمعيه عموميه، في تدريبات، في مباريات، حاجه رائعه جدا يا رضا. طبعا انا برحب بيك في البدايه، و معروف عنك مساندتك للنادي الاهلي في كل المحافل، في المباريات، في الجمعيات العموميه، عندك انتماء كبير جدا للنادي الاهلي. حابب تقول لي النهارده وشايف اليوم من البدايه ازاي؟ انا عارف ان انت موجود هنا من الصبح. اولا السلام عليكم. الاول يوم تاريخي الحمد لله بفضل ومنه من الله، ربنا نصر النادي الاهلي واثبت النادي الاهلي هو ملك الارقام القياسيه حتى في الانتخابات الحمد لله. انا بحيي اعضاء الجمعيه العموميه وبحيي الاداره التنفيذيه، بحيي مجلس الاداره على العرس الديمقراطي اللي كنا عايشين فيه. انا واحد بفتخر ان انا بنتمي للنادي الاهلي، بشوف المنافسين بيسلموا على بعض، بياخدوا بعض بالاحضان، انا بحييهم طبعا. والحمد لله اولا النادي الاهلي رد على كل المشككين اللي ما فيش احزاب دخل للنادي الاهلي، بالعكس كله بيشتغل لخدمه النادي الاهلي. وطبعا الحمد لله بفضل ومنه من الله، طبعا يعني ربنا كرمنا بفوز الانتخابات. طبعا خالد بيه مرتجي الحمد لله، يمكن النتيجه لسه ما اعلنتش رسميه، بس المؤشرات النجاح الحمد لله. قائمه كابتن الاسطوره التاريخ كابتن محمود الخطيب، هذا العملاق الذي انا بحييه كمشجع الاهلي، تحمل على نفسه الضغوط، تحمل على نفسه الارهاق، تحمل على نفسه رغم نصح الطبيب لي، انا بحييه جدا جدا جدا. قيادته الحكيمة للانتخابات بهنيه جدا من كل قلبي، وبناء يعني بالنيابة عن جماهير مصر النادي الأهلي بحييه جدا، بحيي مجلس الإدارة، بحيي السابقين والحاليين، بحيي الأستاذ إبراهيم القفراوي هذا العملاق المحترم، بحيي الأستاذ كابتن رضي علواني، بحيي الأستاذ طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني بحيي كل من هو ساند قائمة النادي الأهلي، بحيي طبعا بهني أخويا وصديقي وحبيبي ووزير خارجيتنا وأمين صندوقنا المهندس خالد مرتجي، بحيي كل القائمة كلهم، إخواتنا طارق قنديل ووش السعد على النادي الأهلي، الأستاذ محمد الغزاوي عودته للنادي الأهلي كعمل في مجلس الإدارة، بحيي الدكتور محمد شوقي، كل القائمة مش عاوز أنسى حد، لأن فعلا أثبتوا إن النادي الأهلي فوق جميع. فانا بحييهم وبشكرك جدا وبشكر قناه الاهلي على التغطيه الجميله جدا، والحمد لله ربنا كلل مجهودنا، وانا هرجع مطروح سعيد، وطبعا الحمد لله سعيد ان احنا ساندنا النادي الاهلي جزء من الجمعيه العموميه اللي احنا نساندهم. الحمد لله بشكركم جدا وبشكر اعضاء الجمعيه العموميه واللجنه والاداره التنفيذيه بقياده الدكتور سعد الشلبي طبعا، واللي اعتبر بيه طب اسمه اعوذ بالله من الشيطان الدكتور الاستاذ خالد مرسي، فعلا بحييهم جدا بجد بجد، الناس دي تعبت، بحييهم استاذ العميد علاء برضه بشكرهم جدا قد ايه وفروا عوام النجاح، والحمد لله وربنا يكملها ودايما فرحنا عقبال افريقيا ان شاء الله باذن الله الدوري. شكرا جدا يا استاذ كريم، الف شكر يا استاذ كريم. بنشكر اكيد واحد من اهم الشخصيات الحقيقه المسانده والداعمه للنادي الاهلي رضا. يمكن رضا بيجي من مطروح، بيجي من مطروح سايق، بيجي مع النادي الاهلي في المباريات، بيجي مع النادي الاهلي في الانتخابات، بيجي مع النادي الاهلي وقت ما يكون النادي الاهلي محتاج امثال زي رضا. الحقيقه بنحييه وبنحيي كل الاعضاء، اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وهي دي قيمه النادي الاهلي، مهما كانت الظروف مفيش مستحيل مع النادي الاهلي.